يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات. نعم. والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات كلهم كبار ومتزوجون. السؤال: هل الأفضل أن توقف هذا البيت أم تتركه للورثة؟ إذا كان لا يضايق الورثة، الورثة أغنياء فتوقفه، وأما إذا كانوا إنهم محتاجين إلى الميراث فلا تضايقهم، كون إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.